معنا خليف عجيلة. خليف اليوم تحصلتي على الذهبية، وش قلنا على الفوز هذا؟ الحمد لله، أنا فرحانة بهذا التتويج، كما عودتكم دائما نهديكم الذهب، والحمد لله يعني قدرت نشرف بلادي ونتحصل على الميدالية الذهبية. ويعني النتيجة كانت متوقعة من الأول، أنا كنت متوقعة بلي ندي ميدالية ذهبية، يعني كان فارق المستوى واضح بالنسبة لي، وعندي ثقة في نفسي وعندي ثقة في القدرات تاعي، والحمد لله ربي ما خيبنيش. كيف كان تحضير المنافسة؟ تحضير المنافسة تاعي كان كيما كل يوم، نحضر من قبل التحضيرات، يعني التحضيرات الكبيرة كامل قمنا بها من قبل، يعني كي تندخلوا لا كومبيتيسيون تبقى غير حوايج مورالمون لازم نكونوا بيا ونكونسونطريو على لا كومبيتيسيون تاعنا. هذا ما كان. كيفاش عشتي أجواء الألعاب العربية؟ الأجواء كانت رائعة، مام التنظيم كان رائع، مام يعني شفنا منافسات جدد، يعني كاين بلدان ما كانوش يشاركوا، ما كانوش عندهم ملاكمات بنات، الحمد لله يعني شفنا بزاف بلدان شاركوا هذه الخطرة ما كناش نشوفوهم. تنتظرك أيضا الألعاب الأولمبية؟ باينة هذه، حلم كل رياضي المشاركة في الألعاب الأولمبية، ورانا على الأبواب إن شاء الله نقدروا نتأهلوا الألعاب الأولمبية ونقدموا الأفضل.